يعني استاذ ابراهيم كابتن شوبير يعني خلص الحكايه خلص الحدوته كلها كالعاده. طبعا كابتن شوبير يعني في الاخر يعني مش هقدر اقول عليه غير انه اهلاوي، ف يعني كابتن شوبير طلع كل اللي جوه اي اهلاوي. الجميل ان الناس يعني الناس استفزها بعض الحاجات وبعض التصرفات الصغيره اللي مش عمرها ما هتنال من النادي الاهلي. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي واعيه، واللي حضرتك يعني مش عارف الناس ممكن تصدقها ولا لا، انا امبارح جالي كم تليفونات من ناس في بلدنا، الناس بتقول لك ايه يعني انا مش شرقيه اصلا، نفسنا نيجي ونعمل حاجه في يوم النادي الاهلي، ده بكره ده يوم النادي الاهلي، احنا عايزين نيجي نعمل اي حاجه، نقدر نعمل ايه للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي منظومه، النادي الاهلي عشق، النادي الاهلي يعني مبادئ ما ينفعش تتغير زي ما كابتن احمد بتقول لك، مش سهل انك تغير مبادئك مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو منظومه متكامله ما يعرفش وما يقدرش قيمتها ولا يفهم هي ايه دي غير اللي اتربى جواها، غير اللي عاش جواها، غير اللي مدرك يعني ايه النادي الاهلي. في ناس شككت طبعا في الاعداد اللي جت في الانتخابات. كل واحد وبي ايه وبي ب 9000 اهو يمكن نعدينا كمان. ما انا هقول لحضرتك كل واحد بيقول هو عمل ايه عنده في ناديه، فاحنا لكن احنا في النادي الاهلي خلي بالك مجلس الاداره اللي موجود ده ما كانش هو اللي بيدير النادي في وقت الانتخابات، فيعني فكان في مجلس اداره اخر بيديره ليه كل الاحترام ونظموا وعملوا قدر مجهودهم. اتعلمنا يمكن كان في مشكله في الحضور وكان في مشكله في الدخول والخروج، اتعلمنا منهم وضفنا عليهم وابتدينا نعمل. برضو في ممكن يبقى في مشاكل، اللي موجود المره الجايه هيعمل احسن مننا. احنا منظومه النادي الاهلي وبيت النادي الاهلي واسره النادي الاهلي بنكمل بعض، احنا اتربينا على كده. النادي الاهلي حاجه مختلفه مش هيفهمها ولا هيستوعبها غير الناس اللي بتعشق النادي الاهلي، غير الناس اللي ادعكت في تراب النادي الاهلي، اللي عاشت جواه وعارفه يعني ايه، اللي شجعته ومشيت وراه وبتحبه بدون مقابل. فربنا يوفقنا ان شاء الله. يعني انا بس يعني من خلال برنامجكم الكريم انا بشكر الجمعيه العموميه اللي ضربت مثل يعني غير مسبوق واعداد غير مسبوقه، ويمكن النهارده الحظ وحش شويه ان الجو حر فعلا جدا، لكن رغم كده حضرتك شفت كبار السن، حضرتك شفت ناس جايه على كراسي متحركه عشان النادي الاهلي، شفت كل الاسر جايه ومستمتعه باليوم، بشكرهم بقول لهم ده عشمنا فيكم وعمركم ما خذلتونا وعمركم ما هتخذلونا. في نفس الوقت برضو لان دول ليهم حق، الناس اللي اشتغلت الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي بشكرها، بقول لهم انتوا وعدتونا بان العمليه التصويتيه مش هتاخد 7 دقائق، الناس بتتريق وبتقول انتوا ضحكتوا علينا دي خدت 3 دقائق او اقل، لان في نظام بشكرهم كل واحد من اللي موجودين من الموظفين في النادي والعاملين في النادي بيشتغل بحب النهارده وعايز النهارده يوم ينجح ويوم يليق باسم النادي الاهلي. بنشكر الجميع وربنا يكملها على خير. شكرا الله. اشكرك. زميل امير، يمكن زي ما بنقول الليله ليلتك يا اهلي، بناشد كل اعضاء الجمعيه العموميه، انزل شارك، قول رايك، قول قول لا، اهم حاجه دستورك، انزل شارك في دستورك، ولا انا عوده ليك، اتفضل.